هنسلم على الدايرة واللي ساكن انفايح 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 حنا جيش بومة تعب ناخذها ونعطيها سلم على البنت واللي ساكنه فيها حتى يشوف ما يا سلام الله لشيخ هذين في حضرة قبائله شيخ ما هو بي شيخ ولا فتن يا حيا ملابة الجزيرة كلها تدري بثقل الشيخ أبو عبدان من رجال هذين جيران الرسول وعسكره واصحابه ما يجيك الهذري الا شعر حراب وجودي ونحن يا زهران ما نحتاج تعريف اسمنا كفانا ما تسعنا الارض وتقول اننا جينا من الفضاء ونحن زهران ما نحتاج تعريف اسمنا كفانا ما تسعنا الأرض وتقول أننا جينا من الفضاء حظنا فوق وشرفنا فوق وطموحاتنا ما تنزل عند نجم سهيل ما فوق الصعيد إلا جسومنا الشيخ أبو ركان من رجاله ذي الجيران الرسول وعسكره وأصحابه ما يجيك الهذلي إلا شاعر حراب وجودي ونحن يا زهران ما نحتاج تعريف اسمنا كفانا ما تسعنا الأرض وتقول إننا جينا من الفضاء حظنا فوق
وشرفنا فوق طموحاتنا ما تنسى عند نجم السيلم ما فوق الصعيد لا تسمى